قلنا أبو لهب كان شديد العداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة الديلي رضي الله عنه وكان جاهليا، قال رأيت في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي إلى سوق ذي المجاز، وهذا سوق من أسواق مكة. قال يستقبل القبائل فيعرض عليهم نفسه ويدعوهم إلى لا إله إلا الله. قال وكان من ورائه رجل أحول، والحول القليل في العينين هو من علامات جمال الأعين. قال ومن ورائه رجل أبيض أحول يقول هذا صابئ كذاب، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صابئ كذاب. قدر ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ناس، يأتي إليه هذا الرجل يقول هذا صابئ كذاب. قال فسألت عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب، ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يا أخواننا فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الناس في أماكن تجمعاتهم، وهذا من مهمة الداعية، تمشي للناس في أماكن تجمعهم وتحدثهم عن الإسلام. ولكن ينبغي أن تختار من الأماكن ما يكون فيه الناس يعني أهلا للسماع، ما تختار وقت للناس كونوا مشغولين بغيره، كونوا بيأكلوا، كونوا مشغولين بحاجة في مزاد ودلالة عامة، والناس البيعة مسخنة وانت جاي تتكلم لهم في الدين، كده حيكرهوا الدين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني بيختار الوقت المناسب، كان يتخولنا بالموعظة. قال ابن عباس كلموا الناس بالقرآن وهم مشتاقون إليه، ولا تكلموهم به وهم مشتغلون عنه فيبغضونه. كويس، فالناس إذا كانوا مشغولين خليهم، لكن إذا لقيت الناس قاعدين في السوق وذل بيتونسوا بجاي وجماعة هناك بيشربوا لهم شاي وكده، ذل مهيئين إنك أنت تعمل لهم حلقة وتكلمهم عن التوحيد.